السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة الخير. أنا يعني طبعا عندي مشكلة بصراحة في المقاسات، بس أنا الناس ديت اللي أنا اللي الناس ده اهي المكان دهوت اللي هو ده اهو. الناس ده اهي الناس ديت شوفي كده واضحه يا حاجه الحاجات. انا هحط لكم طبعا الحاجات دي بالتفصيل. الناس دي انا شاري منهم الحاجات دي اللي انا شاريها دي، بصوا اللي انا لابسه ده، بس انا للاسف ما لقيتش الا اللون ده برضه زيه. خلي بالكم نفس اللون اهو، نفس اللون اللي انا لابسه اهو، هو اهو انا لابسه اهو، بس لقيته لان عمل لي الراجل عمل لي خصم، الاستاذ سامح عمل لي خصم كبير بصراحه، وانت فاهم يعني ده ب 250 جنيه ده اهو. ده التيشيرت ده ب 250 جنيه، وكنت انا جايبه قبل كده مش عارف ب 250 جنيه برضه من سنه او من سنتين اهو اخوه، وجبت وعندي الاصفر، الاصفر اهو كمان اخوه، وفي اصفر تاني اهو، هات يا حاجه كده، وفي اصفر تاني اهو اخو ده، خلي بالك. لا ده اللي هو بالزق بزعبوط كده من ورا اهو، في اصفر تاني زي ده، فين هو؟ هات يا حاج، خد بقى كده. المهم انا عايز اقول لكم، هات لي كمان يا حاجه، هات. عايز اقول لكم ان الناس دول ناس طيبين، وكلموا الاستاذ سامح ده على الواتس. انا مفيش ده مش اعلان والله يا جماعه، بس الناس دي بجد جايبين لي باسعار ممتازه. يعني هو جايب ده، هاتي الاصفر التاني اهو. انا بس المشكله معايا انا في المقاس اهو، الاصفر التاني اهو نفس الايه، يعني ده القديم مغسول وده ما اتغسلش لسه. خلاص هاتي يا حاج ده اهوت، الرصاص اللي هو كمان، والتيشيرت ده اهو كمان اللي هو، وانا هسيب انا مصورها لكم بالتيشيرت ده كمان فخم قوي. وهقول لكم حاجه سر، يعني في ناس هنا بتبدل معايا بتلبس معايا فيهم اهو، او سرقتهم يعني اهو يا جماعه. ده اهو بجد الخامات ممتازه، والتشطيب التشطيب جامد جدا، التشطيب كويس جدا، يعني انت فاهمين. انا عاوز يعني اقول ان لان الراجل انا وعدته قلت له هعمل لك فيديو، هم قالوا الناس اصلا ده مصنع على فكره، يعني انت بتتكلم سامح ده على الواتس هيرد عليك على طول، والله بقى يرد عليا الساعه 2 بالليل، فاخد بالك. وانا يعني ده هوت انا جايبه ب 300 في الخصم، هو كان ب 850 ده اهو، ده كان ب 850 بقى ب 300 تمام، ده ب 250 وده ب 250، والاثنين التانيين اخواتهم ب 250. الاصفر التالي اللي هو بالظن بزعبوط ده بزايد شويه خلاص. وانا يعني الخامه بتاعتهم يعني انا بنام فيه، انا بلبسه بنام فيه ساعات، ودول سببهم للخروج، يعني انا ساعات بنام فيه وبخرج فيه واي حاجه بقى، لان طبعا احنا المقاسات عندنا مشكله المقاسات دي. وانا شخصيا لما ارفع ان شاء الله هفضل البس برضو مقاسات كبيره، ما بحبش المقاسات الصغيره دي، ولا الحاجات اللي الواحد يبقى ماشي كده الهدوم ملزقه على جسمه كده والكلام ده. وهي قط 100% وفيها خامات مستورده تقريبا نظيفه تمام. وانا هحط لكم طبعا التليفونات بتاعت سامح، الواتس والتليفون كمان. في واحد كمان اهو، هاتيه يا سعيد، هاتي ده، هاتيه ده، في واحد كمان يا جماعه هنا كمان انا ما شفتوش والله. بس الناس دي انا كنت انا اصلا كنت بشتغل
بشتغل يعني، كنت بشتري من بي تي ام على طول. بي تي ام دي ماركه طبعا كلكم عارفين، البي تي ام دي مشت من المنصور اهو، ده وده برضه نفس الماركه اهو، نفس الخامه اهو، نفس ده ما صورتوش انا ازاي اهو، نفس الخامه، نفس الشركه هي المصنع اهو تمام. وانا كنت بشتري من بي تي ام. بي تي ام ديت من احسن وانضف الحاجات، الهدوم اللي انا لبستها في حياتي من بي تي ام. وانا عندي الدولاب مليان، بس للاسف ان ايه الجثه معلش بتنسى يعني ايه، الهدوم معلش قررت تتبسني اصلا، مش قررت تجيل. وانا بعمل خطه علشان البس، انا عامل خطه عشان لان في ناس هنا احتالوا عليا وسرقوا هدوم. ايه في ايه اهو، ده بي تي ام سوالي لابساها اهو. اي والله يا جماعه بي تي ام وده بي تي ام، ده بي تي ام برضه يعني. هو الكلام بكلام يذكر يعني، انت فاهمين يعني. انا حظي في الالوان بتبقى غصب عنك، انت مضطر تشتري اللون ده لان مقاسك غصب عنك. يعني انا جبت يعني انا جايب اتنين من ده واتنين اصفر واتنين احمر تمام. احنا الجاليهات بتقول عايزين واحد اسود، الجاليهات عندهم جاليهات جميله قوي. المهم هو الراجل لما تكلموه الاستاذ سامح هيبعت لكم الحاجات على الواتس وهتتعاملوا معاه، وهيبعتها لكم لغايه ما انتم موجودين على فكره، هيبعتها مكان ما انتم موجودين. وقولوا له ان احنا تبع الحاج جلال عبد الرب بس بتاع المنصوره، هم عارفيني. انا اشوفكم بخير، مبسوط ان انا عملت الفيديو ده لان انا وطبعا عاملينه بسرعه وكده، بس هو فيديو مهم، فيديو مهم علشان انتوا اللي عايز يشتري مقاسات. وهقول لكم حاجه كمان، البنات بيلبسوا المقاسات دي على فكره موضه. البنات في بنات كلموا سهيلة وقالوا لها يا بابا جايب اللبس ده منين، وسهيلة لابساه اهو اهو. ايه على بتعمل لي، خلي بالكوا ايه، تقول لك انا هاخده لف وبعدين تاخده السيطر عليه، عامله زي الانجليز زمان اهو، احتلال. يلا اشوفكم بخير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي.